السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. اكدت الحكومه الشرعيه ان بقاء ميناء الحديده بايادي ميليشيا الحوثي يمثل خطرا كبيرا على امن واستقرار اليمن والاقليم والعالم، محذره من خطوره الصمت الدولي حيال تهديدات الحوثيين للملاحه في باب المندب والبحر الاحمر. وقال وزير الخارجيه خالد اليماني خلال اتصال هاتفي مع وزير الدوله لشؤون الشرق الاوسط بالخارجيه البريطانيه، قال ان الحكومه الشرعيه والتحالف استنفذا كل السبل السياسيه مع ميليشيا الحوثي، وحصلت من المجتمع الدولي على تفاهمات حول طبيعه المعارك العسكريه الهادفه لتحرير الحديده. في هذه الحلقه من زوايا الحدث نناقش مستقبل ميناء الحديده في محورين: إلى أي مدى نجحت الدبلوماسية اليمنية والخليجية في إقناع العالم بتفهم قرار الحسم العسكري بالحديدة؟ وما مستقبل الميناء؟ وهل سيصبح بيد الشرعية أم بيد طرف ترعاه الأمم المتحدة؟ لا يزال ميناء الحديدة محل خلاف دولي وإقليمي حول الجهة التي ستتولى إدارته، ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الشرعية والتحالف لإقناع المجتمع الدولي بضرورة تحريره مع تقديم الضمانات لتفادي الخسائر الإنسانية، إلا أن الأمم المتحدة ما زالت تؤكد سعيها لجعله تحت إشرافها في ظل تلميحات عن قبول ميليشيا الحوثي بالمقترح الأممي. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفي. الدفاع عن خيار الحرب في الحديدة يحقق غاياته على ما يبدو، هذا ما أكده وزير الخارجية خالد اليماني الذي أوضح أن دبلوماسية التحالف والحكومة اليمنية نجحت في إقناع الدول التي كانت لديها تحفظات على الأعمال العسكرية للجيش الوطني والتحالف لتحرير مدينة الحديدة ومينائها من قبضة الحوثيين. الوزير اليماني أبان في تصريحات أدلى بها لجريدة الشرق الأوسط السعودية مبررات حكومته والتحالف للاستمرار في معركة تحرير الحديدة وأهميتها في الحفاظ على الأمن الدولي وحماية الممرات المائية والحيلولة دون استخدام الميناء لإدخال الأسلحة المهربة من إيران والاعتداء على السفن المدنية بالصواريخ وزرع الألغام بشكل عشوائي في منطقة جنوب البحر الأحمر على حد قوله. تصريحات كهذه تشير إلى أن خيار استعادة الحديدة عبر الحرب يكسب نقطة جديدة، على الرغم من الأنباء التي تحدثت عن قبول المتأخر للحوثيين بسيطرة الأمم المتحدة الكاملة على إدارة الميناء وعملية التفتيش فيه والإشراف على إرادة الميناء والتأكد من إيداعها في البنك المركزي اليمني، على أن يظل موظفو الدولة اليمنية يعملون إلى جانب الأمم المتحدة. الولايات المتحدة وعبر نائب وزير الخارجية جون سوليفان أبدت تأييدها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الهادفة إلى تجنيد تصعيد القتال والتوصل إلى حل وسط بشأن إدارة الميناء. مصدر دبلوماسي أفاد لرويترز بأن السعوديين والإماراتيين أعطوا بعض الإشارات الإيجابية حيال خطة الأمم المتحدة، لكن خطة كهذه لا تزال بحاجة لموافقة كل الأطراف ولن تؤدي في مراحلها الأولى على الأقل إلى وقف فوري لإطلاق النار. هو قرار يمني اتخذ من الحكومة اليمنية وهو حق مشروع للحكومة اليمنية. السعودية أوفدت المتحدث باسم التحالف إلى بروكسل فيما يراه المراقبون حملة علاقات عامة تؤشر إلى عدم اليقين من جانب الرياض والتحالف بشأن نجاح المسعى الأممي لفرض الحل السلمي في الحديدة، خصوصا أن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي كان قد شدد في تصريحات سابقة له على مطلب التحالف وهو خروج الحوثيين من الحديدة تماما، وأن ما يعرضه التحالف على الحوثيين هو تسليم أسلحتهم للحكومة اليمنية والمغادرة في سلام وتقديم معلومات عن مواقع الألغام والعبوات الناسفة بدائية الصنعة. الشكل القادم للمشاورات أيهما يقرر مصير مدينة الحديدة وميائها إذن؟ خيار الحرب الذي يمضي فيه التحالف دون إشارة على التراجع، أم خيار الحل السلمي الذي يشي بتعقيدات عديدة مرتبطة بعوارض انسحاب الحوثي من المدينة دون خسارتها بشكل كامل؟ إذن ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. أهلا، مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الناصر. نتحدث اليوم عن يعني جهود الأمم المتحدة في مسألة احتواء الأمر في الحديدة وأيضا إشرافها على الميناء، يعني رغم قرب قوات الشرعية والتحالف من ميناء الحديدة، إلى أن الجدل حول الميناء ما يزال منقسم حول من يتولى إدارته، لماذا؟ يعني الوصول لميناء الحديدة لا زال يبدو غير متوفر في الوقت الحالي،
هذا من الناحية العسكرية، لأنه حتى الآن القوات أتت من المنطقة الجنوبية من المنطقة الخالية من السكان ووصلت إلى المطار، ولا زالت حتى الآن لم تسيطر على المنطقة المحيطة بالمطار وتحديدا في الاتجاه الشمالي. قضية الميناء وقضية الحديدة بشكل عام قضية معقدة جدا. الحلول الآن المطروحة لا يبدو بأنها ستكون قابلة للتنفيذ، لأنه لو فصلنا هذه المقترحات بشكل جزئي سنجد أن الحوثي وما قيل بأنه أعطى إشارات بأنه يقبل بإشراف أممي على الإدارة، بينما يظل الموظفين هم محليين، وهؤلاء الموظفين طبعا عمليا هم تحت سيطرة الحوثي، والمشرفين الأمميين سيكونوا في الغالب عددهم قليل ولن يدخلوا ويسيطروا على كل صغيرة وكبيرة. هذا فيما يتعلق، وهم الحوثيين يتحدثوا عن الميناء فقط، الحكومة والتحالف يتحدثوا عن الانسحاب من الحديدة، من محافظة الحديدة، مبدئيا نقول مدينة الحديدة وليس محافظة الحديدة، ولكن هم يطمحون إلى أن يكون أن يقبل الحوثي بالانسحاب من جميع محافظة الحديدة. وهذه أمر سيد عبد الناصر، يعني وهنا نجد أن هناك فجوة واسعة بين ما أيضا اشترط مندوب السعودية في الأمم المتحدة أن يسلم الحوثيين خرائط بمناطق الألغام، أن يسلموا، بمعنى أنهم يستسلموا وينسحبوا، وأننا سنوفر لهم فقط الممر الآمن للانسحاب، بينما الحوثي حتى الآن أعطى تلميحات ولديه اشتراطات أيضا مقابل أن يقدم ما يعتبره تنازل فيما يتعلق بإدارة الميناء، لديه اشتراطات أكبر بكثير منها وقف إطلاق النار في محيط الحديدة، وربما يطالب وقف الضربات الجوية، هو يطمح إلى هذا. وبالتالي عندما نجد أن هذه الفجوة الواسعة بين ما ممكن أن يقدمه الحوثي وما يمكن أن تقبل به دول التحالف، نجد بأنه تقريبا من المستحيل أن يتم الاتفاق على هذا الأمر. وبالتالي الأمر أيضا الأمر الآخر أن هناك رغبة لدى الدول الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الدول الاتحاد الأوروبي، جميعهم يخشون من معركة الحديدة، والموافقة التي حصلت عليها دول التحالف التي ذكرها اليماني هي موافقة مشروطة. الأمريكان قالوا منذ البداية نحن أعطينا ضوء أصفر، بمعنى أنه إذا تستطيعوا أن تحسموا العملية بسرعة وبسهولة ودون حدوث كارثة إنسانية نحن موافقين، لكن إذا كان هناك كارثة إنسانية، إذا لم تستطيعوا، فإن الغطاء الذي سنمنحه لكم سينسحب ويتحول إلى ضوء أحمر. هكذا من سياق التصريحات ومن سياق المواقف التي تصدر من واشنطن وربما من بريطانيا يبدو في هذا السياق، وهذا الأمر يعني بأن العملية حتى الآن لن تجد الغطاء الكافي والمستمر، يعني بمعنى أن الحديدة ليست الموصل، كان هناك خط ضوء أخضر بأنه مهما كانت الخسائر، مهما كان الدمار في الموصل، يجب أن تستجد داعش من هذه المدينة. بينما الأمر مختلف في الحديدة، في الحديدة الكل بيسعى من الدول الغربية إلى أن يكون هناك حل سياسي أو عملية عسكرية سريعة وجراحة دقيقة لا تؤدي إلى خسائر كبيرة، وهذا الأمر يبدو مستحيل. نعرف أن الحوثيين الآن متمترسين في المناطق المدنية، لن يسلموا المدينة بسهولة. الميناء نفسه لو قربت الاشتباكات في الميناء، الميناء معرض أيضا للدمار ومعرض للتعطل، والدول الغربية بيصرحوا بشكل دائم بأنهم يريدوا أن يظل هذا الممر
مفتوح، فكيف يتم التوفيق بين هذه المعادلات الصعبة؟ نعم. هذه هي المعضلة التي الآن يجد الجميع نفسه فيها. نعم، إذا ابقى معي سيد عبد الناصر، سأشرك معنا في النقاش طارق سرور ناشط سياسي سينضم إلينا من عدن. سيد طارق مساء الخير. سيد طارق هل تسمعني؟ نعم، إذا يبدو أن الاتصال بطارق سرور ليس جاهزا حتى اللحظة. أعود لضيفي عبد الناصر المودع، لكن سيد عبد الناصر إصرار الأمم المتحدة في مسألة إقناع الحوثي وكأن الحكومة الشرعية والتحالف العربي يعني قابلين بما ستأتي به الأمم المتحدة، رغم أن ميزان القوة على الأرض حاليا اختلف، يعني الحكومة على بعد مسافة قليلة حتى تصل إلى الميناء، يعني كل هذا السعي لإقناع الحوثي حتى وإن اقتنع الحوثي هل ستقبل الحكومة الشرعية؟ وبما أن هذا القرار أيضا يجعلها كطرف يعني وليست كصاحب حق شرعي في السيادة على هذا البلد. يعني الدول كبرى لا تنظر للمسألة، والأمم المتحدة لا ينظروا للمسألة بأن هناك سلطة شرعية وسلطة انقلابية أو قوة انقلابية يجب استثاثها بأي ثمن، كما هو الحاصل عندما تكون الطرف الآخر هي القاعدة. الحوثي لا يتم التعامل معه بأنه القاعدة أو داعش أو غيرها من المنظمات الإرهابية، الحوثي يتم التعامل معه من قبل هذه الأطراف بأنه قوة سياسية يمنية، وحتى الحكومة اليمنية بتصرح بأنها الحوثي هو طرف سياسي يمكن أن يكون جزء من المعادلة السياسية لو تخلى عن السلاح وقبل بأن يسلم مؤسسات الدولة. وبالتالي هذه واحدة من الأمور التي تجعل الأمور تبدو بهذا الصورة وليس بالصورة التي قلت عليها بأنه سلطة لديها الحق. لكن هل ستقبل يعني هذا كل هذا الجهد للأمم المتحدة بإقناع الحوثي؟ إذا ما افترضنا اقتنع الحوثي هل ستقتنع الشرعية؟ لا تقبل العملية، أن هناك واقع على الأرض معقد. أنت صحيح أن المسافة بين الميناء وبين تواجد القوات الآن التي تسمى القوات المشتركة 10 كيلو، لكن بين الميناء وبين هذه 10 كيلو يوجد حدود 400 ألف نسمة على الأقل. ما مصير هؤلاء؟ يعني لن يسمح لك العالم بأن تعرض هؤلاء الناس للخطر، خاصة لو بدأت هناك كوارث بمعنى نزوح جماعي ضخم أو قتل كثر في المدنيين. كما ذكرت لك العالم منذ البداية كانوا رافضين لفكرة الحرب في الحديدة، هذا الكلام منذ أكثر من سنة ونص منذ أن بدأت معركة الساحل، وهناك ما يشبه الفيتو بمعركة الساحل ومعركة الحديدة تحديدا. وعندما أعطيوا فقط فسحة، بمعنى أنه إن تم تصوير الأمر وتم الترويج إلى أن العملية ستكون سريعة وحاسمة ولن تؤدي إلى أضرار كبيرة. حتى الآن العملية لها 10 أيام ولا زالت الآن أعتقد في بدايتها، لا أعتقد أننا وصلنا إلى النصف أو حتى إلى ربع المسافة. لا زالت المعركة في بدايتها، لأنه حتى الآن لم تصل المعارك إلى المناطق السكنية الكبيرة. المطار كما هو معروف وجنوب المطار وغرب المطار كلها مناطق خالية من السكان. الكثافة السكنية تبدأ من ما بعد المطار باتجاه شمالا. لهذا هذا التعقيد يجعل من عملية من الناحية العسكرية ليست سهلة، وبالتالي ليس بيدك فقط أن تفرض الشروط. إضافة إلى ذلك الحوثي نعرف عنه وسلوكه وتكتيكاته لا يقترب كثيرا للخسائر المادية ولا البشرية، بمعنى أنه مستعد أن يدمر ميناء الحديدة على أن يسلمه وينسحب. نعم. مستعد أن تدمر الحديدة ولا يبقى فيها بيت سليم على أن يسلمها. بالضبط. وبالتالي ظروف الحرب تجعل من العملية
صعبة ومحفوفة بالمخاطر. الآن وبالتالي قد يقبل الطرفين بأي مبادرة يعني تجنب المدينة الدمار والخراب. سأعود إليك سيد عبد الناصر، دعنا نشرك معنا في الحديث الصحفي عبد الحفيظ الحطامي من الحديدة. سيد عبد الحفيظ مساء الخير. مساء النور الكريم لك ولضيوفك الكرام. أهلا بك سيد عبد الحفيظ، يعني إذا ما تحدثنا عن آخر التطورات وآخر أخبار المواجهات في الحديدة، أين تتمركز قوات العمالقة الآن؟ طبعا أخي الكريم، خلال 48 ساعة الماضية هناك هدوء نسبي بعد السيطرة على المطار، عدا اشتباكات في مركز مديرية الدريهمي التي يطوقها الجيش لمحاولة منه لاقتحام المركز المديرية، لأن ميليشيات الحوثي لا تزال تحتمي بالسكان في هذه المنطقة. هناك أيضا اتجاه الشرق، أيضا اتجاه الدريهمي في منطقة المنقعن باتجاه مرتفع الدولة، وهي مناطق توجد فيها صواريخ الكاتوشا والتي تقصف بها الميليشيات مواقع الجيش، وتقصف بها ايضا قريه منظر التي حررها الجيش. الجيش يقف على منصه 22 مايو ودوار الجمل، وهي منطقه متاخمه لجامعه الحديده وكليه الطب وكليه عمر المختار وساحل الكورنيش، لكن هي منطقه ما بعد الجامعه هي منطقه مكتظه بالسكان، اللي هي ساحل الكورنيش امتدادا الى منطقة الكثيب ثم باتجاه ميناء الحديدة. أيضا في الاتجاه الشرقي هناك القوات الجيش لا تزال تقوم بنزع الكثير من المتفجرات والألغام. الميليشيات طبعا تنكفئ داخل الأحياء السكنية. اليوم مزيد من المدرعات والدبابات والمدفعية نصبت بالكثير من الأحياء السكنية وسط وقلب مدينة الحديدة، في شارع التنمية، في شارع المعدل، في شارع جمال، في مناطق الكورنيش، في الأحياء السكنية المرتبطة في الأحياء القديمة. وبالتالي يبدو أن ميليشيات الحوثي تراهن على العملية العسكرية في الوقت الذي يتم فيه تداول الموضوع تسليم الميناء لجهة أممية. لكن سيد عبد الحفيظ، هل نفهم أن توقف المعارك في محافظة الحديدة أو الهدوء النسبي الذي ذكرته يعني جاء نتيجة التفاهمات أو المساعي السياسية لتسليم الحديدة بدون مواجهة عسكرية، وبالتالي بالمقابل كما تحدثت أن الميليشيا تتمترس أكثر وأكثر، يعني هل التوقف كان لسبب يعني بحث أو سبب يعني التحضيرات لتسليم المدينة بعيدا عن المواجهات، أم أنه فقط توقفت لتكتيكات عسكرية معينة؟ صراحة أنا تحدثت مع عدد من الضباط الميدانيين في قوات العمالقة وكذلك القوى المقاومة التهامية، وأخبروني بأن اليومين الماضيين كانت استراحة محارب وتمشيط لبعض المناطق والشوارع المحيطة بالمطار وبالمنطقة الجنوبية، إضافة إلى حماية مؤخرة الجيش في مناطق الدريهمي والمناطق اليابسة. هناك محاولة اختراقات لميليشيات الحوثي من اتجاه منطقة المجيلين في مديرية التحيتة ومناطق أيضا من زبيد، تحاول الميليشيات أن تخترق صفوف الجيش من خلال هذه المناطق توجها إلى مواقع الجيش في الساحل. الجيش طبعا يحبط هذه المحاولات التي عادة ما تتم بطريقة بدائية وعبر الدراجات النارية، لأنه لم يعد باستطاعة الميليشيات أن تدخل في معارك لدبابات أو مدرعات في مناطق مفتوحة، عدا المناطق المكتظة بالسكان التي هي الآن مدينة الحديدة، والتي أصبحت النزوح يتفرقم بشكل مأساوي صراحة، لأن الميليشيات تحشد بالكثير من أسلحتها الثقيلة داخل هذه الأحياء. هناك درس في منطقة في حي الربصة، عندما بدأت الميليشيات تطلق قذائف من إحدى المدفعيات في جوار منطقة حي سكني، قصفت مقاتلة التحالف وأصابت المدفعية، لكن كان الضرر أيضا إصابة أسرة بكاملها. فبالتالي بدأ الجيش ربما يتحاشى الدخول إلى المناطق المرتبطة بالسكان ويحاول التوجه بنحو شرق شمال مدينة الحديدة، ربما باتجاه مطاحن البحر الأحمر، باتجاه المناطق المفتوحة، ربما لعملية التفاف قد يحدثها في هذه المناطق المفتوحة باتجاه مدينة الحديدة. وبحسب قيادات عسكرية تحدثت أن ربما يكون هناك إنزال برمائي عبر منطقة الكثيب، ومنطقة الكثيب طبعا ميليشيات الحوثي حشدت فيها هناك المختطفين، قامت بتمترس بهم ونقلتهم من منطقة
سجن القلعة السيء الصيد في حي الكورنيش ونقلتهم إلى منطقة الكثيب تحسبا لاندلاع مواجهات بحرية في هذه في تلك المنطقة، لأن منطقة الكثيب قريبة من ميناء الحديدة، وقد إذا ما استمرت العملية العسكرية قد يقوم التحالف بعملية في تلك المنطقة دخولا إلى ميناء الحديدة. لكن هناك أيضا يعني آمال بسيطة بالنسبة أيضا للجيش بإمكانية التوغل قلب مدينة الحديدة، وهذا صعب بسبب الكثافة السكانية، و ربما ايضا يؤدي ذلك الى مشكلات. وضحت الفكره سيد، وضعفت الجوانب الانسانيه. اشكرك الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا من الحديده، شكرا جزيلا لك. اذهب الى الصحفي او الناشط السياسي طارق سرور، سينضم الينا من عدن. سيد طارق مساء الخير. اهلا، مساء، اهلا بك سيد طارق. اهلا بك. يعني الوقائع الميدانيه في الحديده، هل تسمح للتحالف فرض سيطرته على الميناء؟ نعم أخي الكريم، بإمكان التحالف فرض سيطرته على الميناء بالقيام بعملية خاطفة وشريعة، وبدعم بإنزال بحري وبدعم جوي بإمكانه السيطرة على ميناء الحديدة وبأقل التكاليف أيضا. نعم، إذن ابقى معي سأعود إليك سيد طارق. أذهب لعبد الناصر المودع محلل سياسي. سيد عبد الناصر، يعني بسؤال أخير هنا، ما هي السيناريوهات أو السيناريو الأقرب للتطبيق في الحديدة؟ يعني هل ذهاب الميناء لإشراف أممي، أم المعارك التي يعني ستخوضها الشرعية ستكون هي الحل الأنسب لاستعادة المدينة والميناء؟ لسوء الحظ ولسوء حظ سكان الحديدة تحديدا، أن معركة اللا عودة، أن المعركة ليس هناك عودة عن هذه المعركة. التحالف يصعب عليه أن يستمر في التقدم ويصعب عليه أن يتراجع. الموافقة على المقترحات يصعب على الحكومة وعلى التحالف أن يقبل بها، خاصة أن الآن في خط تماس طويل، أصبحت أيضا القوات، هذه القوات المهاجمة مكشوفة، وبالتالي يصعب حتى تحقيق وقف إطلاق نار، حتى على افتراض أنه تم الاتفاق على صيغة ما لإدارة الميناء. كل هذه الأمور تشير إلى أن الاحتمال الأكبر أن هناك عملية عسكرية ستستمر، كارثة بشرية ستتوسع وستتفاقم، هناك موقف دولي متحرك، بمعنى أنه لو كان هناك الكارثة الإنسانية أكبر مما هو محتمل، ربما يضغط على دول التحالف ويجبرها على وقف إطلاق نار في وسط العملية كلها. عملية الإنزال البحري الذي يتحدث عنها الأخ ويتم الحديث عنها، هذه ربما تكون إحدى السيناريوهات المثلى، لكن عمليا يبدو أنها صعبة، رغم أنه لو على افتراض أنه تم التقدم باتجاه الكثيب، نعرف رأس كثيب أنه منطقة خالية من السكان وسهلة ومبسطة، لكن إذا توفرت قوة كافية وكبيرة وقادرة على أن تتحرك باتجاه الميناء، ربما من هذه المكان أسهل من التحرك من وسط المدينة التي هي، أو من الكورنيش الذي هو ملاصق للتجمع السكاني الكبير. وبالتالي العملية في برمتها غامضة حتى الآن، التوقع بأن هناك كارثة إنسانية هذا يبدو السيناريو الذي لا نتمناه، ولكنه يبدو أنه الأكثر احتمالا أن الكارثة الإنسانية ستحدث في الحديدة. ولا نعرف بعد هذه الكارثة كيف ستتحرك الأمور، هل لا زال الحوثيين قادرين على المناورة، قادرين على أن يقوموا بعمليات دفاعية قوية تمنع تحدي من تحرك القوات، وبالتالي تضطر هذه القوات إلى الانسحاب، أم أن القوات ستواصل، القوات المهاجمة ستواصل الهجوم بغض النظر عن الخسائر؟ كل هذه الأمور
لا يمكن التنبؤ بها لأن الوضع في غاية التعقيد. نعم. ويصعب على أي كان أن يتنبأ بأي نتيجة ستحدث غدا أو بعد غد. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك. أذهب لي ضيفي الآخر طارق سرور ناشط سياسي من عدن. سيد طارق، يعني الانتصارات الحالية في الحديدة، يعني هل لها أن تحققها قوات الشرعية والتحالف وتسمح بجعل العالم يتفهم عملية تحرير ميناء الحديدة عسكريا؟ خلت لنا الصوت غير واضح، صوت ضعيف جدا. هل تسمعني الآن؟ لا للأسف لم أسمع السؤال. كنت قد سألتك، يعني الانتصارات الحالية هل لها أن تقنع المجتمع الدولي وتجعله يتفهم عملية تحرير الحديدة عسكريا من قبل الشرعية والتحالف؟ نعم أخي الكريم، هذه الانتصارات التي تحققت هي انتصارات، ولكن تحتاج إلى عمل سريع وعمل خاطف وعمل متكامل يعمل على إنهاء تحرير مدينة الحديدة بالكامل والوصول إلى الميناء. كما ذكرت بأنه بالإمكان تخطي الجهة الجنوبية الجهة الشرقية والذي هي مناطق غير مأهولة بالسكان أو عدد سكانها أقل بكثير، وبدعم الإنزال البحري بالإمكان الوصول إلى الميناء بكل سهولة. ما يخافه العالم من قضية الكارثة الإنسانية نحن جميعا نتخوف منه، ولكن إطالة العملية هو ما سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا قدر الله. لهذا نؤكد على أهمية العمل الخاطف والسريع الذي يجنب إخواننا وأهلنا في تهامة. نعم. حرب الشوارع والمعاناة الكبرى من إطالة. نعم، لكن سيد طارق، يعني كما تتحدث الأنباء عن توقف المعارك وأن هناك هدوء نسبي في الحديدة خلال الساعات الماضية، يعني برأيك ما أسباب توقف المعارك حاليا؟ هل هو إتاحة الفرصة لجهود الأمم المتحدة في أن تسلم المدينة سلميا، أم أنه من أجل الترتيب العسكري لألوية العمالقة، أم ماذا؟ الحقيقة يعني بالإمكان أن يكون الاستفادة من هذا التوقف لإتاحة فرصة أكبر لجهود الأمم المتحدة والجهود الدولية بإقناع الميليشيات بالخروج من الحديدة والتسليم الآمن. أيضا هي استراحة محارب لألوية التهامة والعمالقة التي تعمل على تحرير مدينة الحديدة، فهذه القوات خلال اليومين الماضيين تعمل على تمشيط المناطق من خط باتجاه الشرق نحو مناطق مديرية الدريهمي ومديرية بيت الفقيه ومناطق الحسينية والجاح والحاجة وغيرها من هذه المناطق التي لا زالت الجنوب الحوثية، وأيضا تعمل على تمشيط الألغام من هذه المناطق حتى تمكن لهذه القوات الدخول إلى مدينة الحديدة بشكل آمن. نعم. فهي سلاح محارب، وأنا أؤكد أنها لن تتأخر عملية الجلية بإذن الله تعالى حتى 48 ساعة القادمة. نعم، لكن ما هي فرص الحوثي في الحفاظ على ميناء الحديدة حاليا؟ أخي الكريم، برأيي لا توجد أي فرق هذه الميليشيات للحفاظ على ميناء الحديدة. هذا المورد الهام الذي كان تستفيد منه الميليشيات على مدى ثلاثة أعوام. نعم. والذي كان المورد الرئيسي لها والذي كانت تستفيد منه بالإضافة إلى تهريب السلاح وصول المشتقات استفادة منها والإيرادات الجمركية وإيرادة الضرائب وما إلى ذلك، هي فعلا استماتت، ولكن اتخذ القرار بالحسم ولا يوجد اي مصوغ لهذه الميليشيات ان تبقى بهذه الميناء. هي الخوف بان تعمل على سياسه الارض المحروقه كونها ميليشيات، عندما تشعر بانها ستنتهي ستعمل وهي ما تعمله الان حفر الخنادق وتلغيم الشوارع وتفخيخ الميناء، ولكن بإذن الله تعالى القوات
المشتركات ستتجاوز كل هذا بإذن الله تعالى. نعم، إذن أشكرك جزيلا الناشط السياسي طارق سرور، كنت معنا من عدن. وفي الختام مشاهدينا أشكر أيضا ضيوفي المحلل السياسي عبد الناصر المودع كان معنا من الأردن، والشكر أيضا للصحفي عبد الحفيظ الحطامي كان معنا من الحديدة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه.